مع حضراتكم مرة تانية، وبنصبح عليكم ويا رب يكون نهار سعيد عليكم وعلينا وعلى كل المصريين وعلى كل العالم يا رب في كل مكان. بيشرفنا النهاردة يكون معانا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المنعم حلاوة لمتابعة أهم ما ورد في صحافة اليوم الخميس 8 يناير 2015. صباح الخير. صباح النور. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ عبد المنعم. كل المصريين بخير إن شاء الله يا رب. وفي متابعة لأهم ما ورد في صحافة اليوم، الحقيقة الأخبار كتيرة جدا، وعلى رأس الأخبار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا توادرس. البابا توادرس زيارة الرئيس أسعدت المصريين. الوطن في الصفحة الأولى، أوروبا تدفع ثمن تسمين الإرهاب. الأهرام في الصفحة الأولى، الشرقية تودع شهيد الشرطة وطفلته تبكي الآلاف، تبكي الآلاف. الأخبار في الصفحة الأولى، اليوم قرار دعوة الناخبين وفتح باب الترشح قبل نهاية الشهر. الأهرام في الصفحة الأولى، جنزوري للأهرام لن أترشح لمجلس النواب. المصري اليوم في الصفحة الأولى، الإبقاء على 9 محافظين والحكومة تواجه مأزق الخبرة والشباب. الأخبار في الصفحة الأولى، أكبر بعثة اقتصادية بريطانية تصل مصر الثلاثاء. الوطن في الصفحة الأولى، النائب العام يبدأ إجراءات استرداد 250 ألف متر من أملاك حسين سالم. وأخيرا المصري اليوم في الصفحة الأولى، الصقيع يبقي الملايين في البيوت والأرصاد السيول قادمة. تن 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 تن. استعدوا. طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا توادرس والكاتدرائية حقيقي فعلا أسعدت كل المصريين. انا عايز بس اقول ان الزياره دي يعني لاقت اهتمام عالمي كبير جدا جدا على فكره، مش داخل مصر بس، بالاضافه طبعا لانها زياره كانت مهمه جدا في لحظه تاريخيه مهمه جدا بالنسبه في حياه الشعب المصري. كمان جت بعد زياره موفقه للرئيس الكويت على مدار يومين، لان كمان العالم اهتم جدا بالزياره دي واشاد بيها. امبارح كان في اكثر من 2500 مقال على في جميع الصحف العالميه وخبر يتناول اخبار الزياره التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليس فقط كونه اول رئيس مصري يزور المسيحيين في ليله عيد الميلاد المسيحيين الارثوذكس ويهنئهم، ولكن ايضا لان الزياره جت في توقيت هام جدا، بعد يومين او ثلاثه تحديدا من دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني ولتجديد الفكر الديني ولتصحيح مفاهيم الاسلام التي تدعو للحب وتدعو للسماحه وتدعو لاعمار الارض وليس لخرابها. فياتي بعد ذلك الرئيس يضرب المثل للجميع ويزور الكنيسه ويهنئ الاقباط ويتكلم كلام من القلب. طبعا كان واصل للاقباط. الزياره كان لها كواليس كتيره جدا. اولا الرئيس جه من المطار مباشره على الكاتدرائيه، صحيح، من الكويت على الكاتدرائيه، وكانت طبعاً زياره مفاجاه على فكره. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان مصادر في الكنيسه اكدت ان البابا توادرس لم يكن عنده علم اطلاقا ان الرئيس هيزور. مصادر كنسيه كمان اكدت ان ما كانش في اي اجراءات امنيه غير عاديه، يعني اجراءات تامين الكاتدرائيه العاديه جدا، الشرطه هي اللي بتامنها. الرئيس جيب حرس رئاسي، 6 حراس فقط معهم مدير مكتبه. فدي طبعا يعني تجاهل تام للمخاوف الامنيه طبعا، لان كان يوميها العصر حادث استشهاد النقيب ضياء فتحي في الطلبيه، فكان طبعا الاجراءات الامنيه والمخاوف الامنيه كتيره جدا جدا، بالذات ان الكنائس بقى مستهدفه ليله عيد الميلاد. لكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدت على خير، ويعني ربنا يرحمه يا رب، ويكون يا رب اخر الاعمال الارهابيه يعني الحقيقه. وبعدين مشاعر الاقباط في الكنيسه كمان كانت مليئه بالدفء بصراحه، ومليئه بالمشاعر الجميله اللي اظهروها تجاه الرئيس. فاعتقد ان دي كانت برضه رساله اخرى للعالم، طبعاً. ان هو رئيس كل المصريين، وايضا طبعاً كل المصريين خلف الرئيس، وهي دي مصر وهي دي الروح المصريه، وهو ده حبنا لبعض، هو ده اسلامنا، وهو ده مسيحيتنا. واحنا ما عندناش مسلم ومسيحي، ما عندناش الكلام ده خالص حقيقي. يعني احنا كلنا مبسوطين ببعض، وكلنا مدفيين بعض كده، وكلنا قاعدين مع بعض، وكلنا عيدنا مع بعض من اول كريسماس لحد النهارده ولحد امبارح 7 يناير، وقبل مولد النبي الشريف، وقبليها طبعا المولد النبوي الشريف، الكل كان بيحتفل طبعا. المصريين كلهم كانوا بيحتفلوا، وكانت مناسبة سعيدة جدا ان احنا نؤكد على الوحدة الوطنية، نؤكد على روح المحبة اللي موجودة بين المصريين. زي ما قال الرئيس، ما فيش حاجة اسمها انت مسلم ايه، صحيح، انت مصري ايه، انت مصري فقط بدون اي مارك او بدون اي لقب اخر غير، صحيح، مصريتك تكفيك. صحيح. الوطن، اوروبا تدفع ثمن تسمين الارهاب وحادث طبعا تشارلي ابدو. طبعا كان حادث مؤسف جدا، كان حادث مؤسف، وهو التطرف مرفوض بكل اشكاله، سواء كان التطرف باسم الدين او التطرف باسم حريه الابداع والفكر. فهو لكن في النهايه هو حادث مرفوض. الجميع ادان، اوروبا والعالم ادانت، الازهر الشريف ادان وطلع بيان، جامعه الدول
الدول العربيه ادانت مصر ادانت الحادث الارهابي. طبعا. انا عايز اقول معلومه ان السلطات الفرنسيه توصلت الى هويه المنفذين النهارده الصبح، اعلنت الشرطه الفرنسيه صباحا انها توصلت الى هويه المنفذين وهم فرنسيين، هم من اصول عربيه لكنهم ولدوا في فرنسا، والدتهم فرنسيه، تربوا في فرنسا ولم يزوروا الدول العربيه قط، لكن هم بيقولوا ان هم لهم خلفيات متطرفه في وزيارات لبعض المساجد المتطرفه في باريس. الشرطه بتاكد ان هي عثرت على بطاقه احد المنفذين في السياره السيتروين السوداء اللي استخدمت في تنفيذ الحادث. طبعا علامات استفهام كتير جدا جدا حول الحادث، سواء اذا افرضنا المساحه نظريه المؤامره واليمين المتطرف هو من يقف خلفها، مخاوف الفرنسيين من انتشار الاسلام بشكل كبير، موجه جديده من الاسلاموفوبيا في فرنسا خلال الفتره اللي فاتت، الروايه الفرنسيه الشهيره اللي بتقول ان 2022 ستكون فرنسا دوله اسلاميه ويحكمها رئيس مسلم وان الجميع سيصوم رمضان، اجهزه مخاوف الفرنسيين شويه من انتشار الاسلام، ربما يكون هناك نظريه مؤامره في الامر واليمين المتطرف وراء الحادث. لكن الشيء الواضح حتى الان ان هذه التهمه الصقت بالمتطرفين الاسلاميين، خصوصا كمان ان صحيفه او مجله تشارلي ابدو الساخره دأبت على السخريه من الدين الاسلامي، السخريه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان معلومه ان هي كمان سخرت من جميع الاديان، يعني سخرت من اليهوديه والبوذيه والمسيحيه نفسها والمسيحيه، والبابا نفسه تعرض لانتقادات كبيره جدا من جميع الديانات يعني. بس الحقيقه انه بعد سخريه من الاسلام على طول حصل الحادث ده فتم ارتباطه. هو السخريه الاكبر كانت من زعيم تنظيم القائد، زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، وصورته المجله عملت عدد كاريكاتيري عن ابو بكر البغدادي الاسبوع اللي فات، فالبعض يؤكد او كان هذا اشاره الى ان خلايا داعش النائمه او الذئاب المنفرده زي ما بيسموها في باريس او في فرنسا هي من وراء الحادث. لكن الحادث في مجمله مأساوي، الحادث في مجمله مرفوض ومدان من كل الاديان ومن طبعاً. كل الطوائف طبعاً. التطرف سواء باسم الفكر او الابداع، التطرف باسم الدين مرفوض تماما في اي مكان في العالم. طبعا طبعا. الشرقيه تودع شهيد الشرطه وطفلته وتبكي الالاف. طبعا زي ما اشرنا ان هو النقيب ضياء رحمه الله سبحانه وتعالى واسكنه فسيح جناته، طبعا هو استشهد يوم 6 يناير يوم احتفالات الاقباط بعيد الميلاد في الطلبيه في القنبله الشهيره. عايز اقول لحضرتك كمان ان لحد النهارده يعني اكثر ما يقرب من 500 شهيد من الشرطه، منهم 216 بس في سيناء من رجال الشرطه والجيش ايضا على حد سواء. يعني عايز اقول لحضرتك كمان ان مقطع الفيديو او الصور المصوره للحظه استشهاد البطل دي كانت لاقت انتشار واسع جدا. صحيفه الديلي ميل البريطانيه امبارح في الافتتاحيه بتاعتها نزلت الفيديو ونزلت صور الشهيد لحظه استشهاده وكتبت ديث اوف اهيرو، يعني موت بطل. واثنت جدا جدا على 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 ادائه وعلى شجاعته في التعامل مع او اقباله على الموت بشجاعه كبيره جدا. صحيح. لكن في النهايه هو ده الارهاب، وهو ده اللي مصر تدفع ثمنه، وهو ده اللي بدات اوروبا تدفع ثمنه دلوقتي، هو ده اللي بدات فرنسا تدفع ثمنه دلوقتي، رعايه الارهاب والارهاب لدينا الهزيمه. هناك في فرنسا قتلوا مسلمين اتهموا مسلمين بقتل الارهاب اصله يعني هو بلا وطن وبلا دين وما بيميز يعني. فاحنا في مصر بنعاني بصراحه من الارهاب، وان شاء الله باذن الله ربنا يتغمد جميع شهدائنا. وعارفين ان هي مش هتكون نهايه الطريق، في لسه احداث كتير جايه، لكن اعتقد ان الشعب المصري الان في هذه اللحظه التاريخيه الهامه قادر ان هو يعني يثبت للعالم قدرته على التحدي، وان شاء الله هنهزم الارهاب زي ما هزمناه قبل كده. يا رب ربنا يصبر اهله يا رب. ويعوضهم خير باذن الله. اليوم قرار دعوه الناخبين وفتح باب الترشح قبل نهايه الشهر، وده طبعا له علاقه بالانتخابات البرلمانيه. طبعا ده الاستحقاق الثالث في خارطه الطريق المصريه. النهارده اللجنه العليا للانتخابات هتبدا اجتماعات مكثفه على مدار اليوم. هو بس على فكره مش هيتم اتخاذ قرار دعوه الناخبين، ده كمان ده احنا هنفتح النهارده ملف الانتخابات نفسها، هل ستتم على مرحله واحده او مرحلتين. اعتقد ان الاتجاه الاكبر داخل اللجنه هو اتمامها على مرحلتين اثنين فقط وليس ثلاثه مراحل، اللي طبعا توفيرا للنفقات ونظرا للاوضاع الامنيه في البلاد، وطبعا عشان خاطر تبقى الفتره قليله جدا. لكن في بعض الصعوبات زي التامين، وهل هيكون هناك تامين كافي للمحافظات في المرحله الاولى والثانيه، كمان عدد القضاه، لان طبعا وفقا للدستور يجب ان يكون على كل صندوق قاضي، فهل يا ترى عدد رجال القضاء في مصر في الهيئات القضائيه المختلفه كافي لاجراء الانتخابات على مرحلتين؟ اعتقد ان احنا سيتم مناقشه هذه الامور، سقف الدعايه الانتخابيه، فتح الباب للترشح رسميا، كل دي ترتيبات. احنا الحكومه وفقا للدستور ايضا هناك شهر ما بين دعوه الناخبين للانتخابات
وفتح باب الترشح رسميا وتحديد موعد الانتخابات. فاعتقد ان احنا خلال الشهر ده سيتم عمل كل الترتيبات، سيتم ايضا هناك حراك كبير جدا في القوائم الانتخابيه والمرشحين، ووجود صفقات ما بين الاحزاب وما بين القوى والتيارات السياسيه المختلفه. اعتقد ان الشهرين اللي جايين دولك مصر ستشهد حراك سياسي على اعلى مستوى استعدادا للانتخابات البرلمانيه، وان شاء الله باذن الله تنجح الانتخابات البرلمانيه ونحقق المرحله الثالثه او المهمه في خارطه الطريق اللي احنا ماشيين فيها من 30/6 باذن الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله. الجنزوري الاهرام ترشح لمجلس النواب. يعني هو الدكتور الجنزوري نشاطه السياسي اللي من دول على فكره كبير جدا، يعني هو عامل قوائم انتخابيه وعامل تحالفات وبيقود مشاريع سياسيه في البرلمان القادم. البعض كان بيقول ان هو هيترشح، لكن هو النهارده اعتقد الاهرام نفى تماما ان هو هيترشح، وان ما يقوم به بدافع وطني وبدافع الغيره على الوطنيه المصريه ووجود وايجاد دور في الحياه السياسيه. البعض يتهم الجنزوري بمحاوله فتح الباب لعوده النظام القديم وبعض رموز الحزب الوطني، ولكن هذه التهمات اعتقد ان هي مرسله، لان شكل القوائم النهائيه او القائمه التي يسعى لها الدكتور الجنزوري غير واضح حتى هذه اللحظه، لم تتحدد معلمه، لم تتحدد الاسماء. لسه هنفتح النهارده هناخد قرار دعوه الناخبين، بعد كده هنفتح باب الترشح، فهتبان الصوره النهائيه. لان طبعا عندنا كم مرحله الطعون في اسماء المرشحين والطعون في القوائم، فاعتقد انه لن نستطيع ان نرى الصوره الكامله لخريطه البرلمان القادم الا بعد فتح باب الترشح رسميا، انتهاء فتره الطعون، بدء المنافسه او السباق الانتخابي بصوره رسميه. صحيح. الابقاء على 9 محافظين والحكومه تواجه مازق الخبره والشباب. انا اعتقد ان الحكومه كانت بتواجه مازق الخبره والشباب، بس هي بتواجه مازق التصريحات المستمره عن حركه المحافظين. من 3 ايام فقط برضه مصدر في وزاره التنميه المحلية أكد أن التغيير سيطال من 10 ل 15، والنهاردة سيبقي على 9 محافظين. أعتقد أن المرحلة دي كمان محتاجة هدوء شوية بنسبة في المرحلة ديت، لأن احنا داخلين على استحقاقات برلمانية اللي المحافظين سيكون لهم دور أساسي في قيادة الانتخابات البرلمانية القادمة. عندنا مشاكل، في مشاكل سيول، في مشاكل أزمات في المحافظات منتظرين الفترة اللي جاية. فأعتقد أن احنا محتاجين أن المحافظين يهتموا أكثر بالعمل في المحافظات أكثر من الاهتمام بالتغيير أو حركة تغيير المحافظين. وانا اعتقد ان حركه التغيير لن تتم بشكل رسمي الا بعد الانتخابات البرلمانيه، عشان يكون في نوع من الهدوء والاستقرار النسبي في المحافظات اثناء اجراء الانتخابات. لكن الكلام المرسل بشكل مستمر عن تغيير محافظ او تغيير محافظين او الابقاء على 9 والابقاء على 15 وغيره، اعتقد ان هي بتثير اضطراب سياسي اكثر منها بتساعد في استقرار والمضي قدما. أكبر بعثة اقتصادية بريطانية تصل لمصر الثلاثاء. توباس اليورو ده اللي هو وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في حكومة المحافظين البريطانية هيزور مصر على رأس وفد اقتصادي 13 ل 15 يناير الجاري. هو امبارح كان في السفارة المصرية، استضافه السفير المصري وفي مأدبة إفطار. كان في كلام عن المشروعات والتنسيق على الزياره. عايز اقول لحضرتك ان دي اكبر بعثه اقتصاديه تخرج من بريطانيا خلال 10 اعوام. تتوجه خاصه الى الشرق الاوسط وعلى راس دول الشرق الاوسط مصر لبحث فرص التعاون الاقتصادي. مصر اصبحت دوله منفتحه على الجميع، مصر اصبحت دوله جاذبه للاستثمار في الوقت الحالي. مصر استقبلت اكبر بعثه اقتصاديه امريكيه منذ شهرين تقريبا، زياره الرئيس للكويت ومن قبلها الدول اخرى، ايطاليا وفرنسا، اعربت جميع الدول عن رغبه في الاستثمار في مصر وضخ استثمارات في مصر. اعتقد ان احنا داخلين ايضا على مرحله جديده، مرحله نمو اقتصادي بالتوازي مع الحراك السياسي الموجود في البلد. محتاج بس ان احنا نسرع في خطوات الاستحقاقات الدستورية بتاعتنا، محتاجين كمان نسرع في خطوات تعديل البنية القانونية للاستثمار في مصر حتى يكون هناك طمأنة أكثر للمستثمرين، حتى يكون هناك يعني توحيد للإجراءات، يكون هناك سهولة في الاستثمار في مصر. كل دي ملاحظات على فكرة من الصحف العالمية والتقارير الاقتصادية بتطالب مصر بسرعة تنقية القوانين بتاعتها عشان خاطر تبقى مناخ جاذب فعلا للاستثمار خلال المرحلة اللي جاية. النائب العام يبدأ إجراءات استرداد 250 ألف متر من أملاك 50 ألف متر من أملاك حسين سالم. حسين سالم في خليج نعمة تحديدا هو كان حسين سالم خدهم في 2005 على أساس أنه هيبقى فيه استثمارات سياحية، لكن طبعا في إطار تسقيع الأراضي وده المتوقع أنه بعد استرداده مثلا يتم عمل بقى استثمارات مثلا. ما هي طبعا أكيد أن هي في الأملاك دي طبعا سيعاد بطرحها للاستثمار للمستثمرين، لكن الأخطر أن في دلوقتي في حلقة مفقودة في قضية حسين سالم. يعني حسين سالم أكد أن هو طلب التصالح مع الحكومة المصرية ولم يتلقى رد. الحكومة
المصريه في تصريح امبارح اكدت انها لم تتلقى اي رد من حسين سالم. ففي حلقه مفقوده. الدكتور محمود كوبيش اللي هو محامي حسين سالم اكد رسميا ان في طلب للتصالح مع الحكومه المصريه ولم يتم الرد حتى الان. في كلام ان حسين سالم كان ناوي يتنازل عن 27 مليار جنيه من ثروته. هو نفى امبارح الكلام ده في تصريح لاحدى الصحف الاسبانيه. فاحنا مش عارفين لسه ايه موضوع حسين سالم، لكن الاجراء الوحيد اللي موجود قدامنا على الارض انه الحكومه بدات اجراءات تصحيح بعض الاخطاء اللي اهمهم او اللي احنا متاكدين منهم 250 الف بدانا لكن بقى 27 مليار دولار والتصالح والمزيد من الاموال والاراضي. سمعنا كتير قوي عن فكره استرداد الاموال دي الحقيقه، يعني سمعنا كتير قوي. يعني حتى هذه اللحظه حتى في سويسرا حتى وفي بريطانيا ما فيش اي خطوه ايجابيه في الموضوع. تفعيل حقيقي للموضوع. طبعا اعتقد ان في وجود برلمان قوي وفي وجود برلمان مصر في المرحله القادمه ولجان وتشكيل لجان برلمانيه لاسترداد الاموال، اعتقد سيكون الامر اكثر وضوحا. الصقيع 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 هو الـ يعني البرد، احنا بقينا زي اوروبا خلاص. الناس كلها مبسوطه حقيقي. من البرد النهارده واحنا نازلين، يعني انا وانا نازله الصبح درجه الحراره في العربيه كانت 6. هو امبارح بالليل اعتقد كانت في بعض اللي وصلت في بعض الاماكن الى 4 و3 و2 كمان. فيعني اعتقد ان احنا خلاص فضل فتره صغيره ونوصل اوروبا. يلا كل اللي كان عايز يسافر اوروبا هو ادينا جبنا له اوروبا لحد عنده. بس بننبه على الجميع ان درجه الحراره كمان هتوصل بالليل النهارده لمستويات منخفضه جدا. وبكره الجمعه ذروه الموجه. نرجو للجميع السلامه والايام اللي جايه. هو اللي احنا سمعناه من خبراء الارصاد الجويه انه الحاله الطقسيه دي هتستمر اليوم الاحد. هي هدى بصراحه ده وده على فكره هدى ده اسم موجه الصقيع او الموجه البارده اللي جايه لنا من 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 اوروبا. هدى اسمها هدى. وفي الاردن وفي لبنان بيسموها زينه. نشوف رانيا بقى ان شاء الله الايام اللي جايه. مين بيسمي الموجات دي؟ والله هو كان في هدى وندى وكده. كان في كلام ان هو ليه اصلا كمان بيسموا الاعاصير والحاجات دي باسماء السيدات زي اعصار كاترينا وزي الاعاصير المشهوره دي. طب ده احنا هادين جدا. لكن هو لان الاعصار بيبدا فجاه غالبا ويبدا هادي وبعدين متقلب زي الستات. فاعتقد انه الاقرب ان هو تبقى اسماء ستات. طيب اوكي ان شاء الله انتظروا بقى الاعاصير اللي جايه. هتلاقوا بقى في اسامي كتيره جدا. ننوع بقى، عايزين امينه وخديجه وفريده. هيبقى في اعصار جوه البيت واعصار بره البيت. بالظبط كده. ونسمي برضو ياسين ومحمد ومينا، يعني برضو ايه، نشوف برضو اعاصير باسامي ناس مختلفه. نهار حضرتك سعيد يا فندم. صباح الخير يا فندم. ويا رب دايما في خير ونقابل حضرتك على الف خير. وبعد الفاصل نستكمل فقراتنا. لسه عندنا النهارده فقرات كتيره جدا، خليكم معانا.